الله الرحمن الرحيم. اللهم صل عليك يا نبي. هعمل معاكم السمبوسه. ادي السمبوسه اهي، نغطيها عشان ما تنشفش اهي. وعباره عن ايه بقى؟ عباره عن جبنه قريش وجبنه رومي وجبنه موزاريلا ولحمه مفرومه مع الصاجاها. وطبعا عملت معلقه دقيق وحبه ميه، يعني قيمه ايه، معلقتين ميه ومعلقه دقيق، وتقلبيهم كويس عشان تلزقي بيها ايه السمبوسه عشان ما تفكش. وهنبدا ان شاء الله اهو مع بعض. لسه نعمل المكونات على بعضها. هنحط دي الجبنه الرومي، جبنه القريش، وعليها جبنه رومي، جبنه شيدر موزاريلا، وعليها جبنه رومي اهي بالشكل ده اهو. وهون نقلبها كده ببعض. دي بالجبن، عباره بالجبن بس، في زيتون عايزه تحطيها في حاجه، بس ايه كده احنا بنحبها كده من غير زيتون، بنحبها كده بتبقى خفيفه وجميله جدا. بس ونحشي بقى اهو بالشكل ده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل كده اهو بالشكل ده اهو. نقفلها كده وندهنها ايه بال بالشكل ده. نعملها كده الحين، هنعملها كده اهو كده بالشكل ده، ونقفلها بالشكل ده. هنجيب الدقيق، هنعمله كده اللي احنا عملناه بالشكل ده، وتقفليها كده اهي، بتبقى المنظر ده حلوة قوي قوي قوي. طيب نجيب واحدة تاني نعملها ونغطيه برضه عشان ما ينشفش. ونجيب اللي بتاع اللحمة المفرومة اهي، نعملها اهو اهو بالشكل ده، نعملها كده سهلة جدا اهي. ونحط بقى ايه كده حبه معلقه دي اللي انا عاملاها اهي بالشكل ده اهي، جميله. ادي الجبنه اهي، نعملها كده كده بالشكل ده كده، واحده واحده اهو. نعملها كده ونحط لها برضو الايه الدقيق اهو بالشكل ده اهي بالشكل ده بالمنظر ده. اكمل بقى واوريكم اهو. خلصتهم بالشكل ده وهحمرهم واوريهم لكم. ودي السمبوسه اهي، هنقليها مع بعض اهي، والزيت قلع اهو اهو بالشكل ده اهو. اهي ما شاء الله اهي جميل، ده محمر فيه اهي ما شاء الله، تحفة تحفة. اما اخلصها اقولها لكم. وادي الشكل النهائي اهو، ولا احلى من كده ولا اطعم من كده، وتعجبكم قوي قوي قوي. وكل سنه وانتم طيبين، عشر رمضان وشكرا.